نحكي معكم توا من قلعة سنان. قلعة سنان من ولاية الكيف معتمدية، آخر نقطة في آخر نقطة في ولاية الكيف. من هنا بدأت حكايتنا مع المجمع، مجمع الحياة للتنمية الفلاحية بقلعة سنان. مجمع بدأ تكون نهار 29 ديسمبر 2015، توا عنده 3 سنين. بدينا ب 25 مخرطة، وتوا عنا 2018 عنا 58 مخرطة. المجمع هذا يتلهى بالمرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا. وأول ما بدينا البروجي متاعنا الأول هو مع التعاون الألماني جيزات اللي جابته لنا وزارة الفلاحة. أول بروجي بدينا فيه اللي هو السمان، بروجي ثقافي تلهي بالمرأة والطفل. جاتنا دعوة من المكتب الإحاطة بالمرأة الريفية نشاركوا في تكوين التصرف المالي والإداري للهياكل المهنية. تعرفنا على مشروع إيبفا، حكينا لهم على البروجي متاعنا اللي هو العولة، وعملنا معاهم برنامج. أول حاجة كنا يزمنا نلقوا مارشي باش احنا نجموا ان نكونوا في المشروع هذا، باش ننتفعوا بالمشروع هذا. بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ومشروع إيبفا تحصلنا على نقطة بيع تابعة وزارة الفلاحة في تونس. بعديك عملنا البروغرام متاع الماتريال اللي نستحقوه اللي باش نخدموا به المشروع متاعنا. بعد المرحلة هذه مشيت معاهم في فواياج ديتود لألمانيا، تبادل خبرات، وكان يهم الفلاحة التعاقدية. تحصلنا على تجهيزات مع عند التعاون الألماني. بعد ما تحصلنا على التجهيزات متاعنا وكبرت المجموعة متاع النساء، بدينا نخدمه وبدينا ننتجه في المنتوجات اللي تهم عولة الدار الكل، وسميناها عولة دارنا تنفع كبارنا وصغارنا. من ضمن المنتوجات متاعنا اللي هي جديدة في تونس، معناها أول مرة يتعمل بروجي كيف هكا، اللي هو تصبير الخرشف الجالي واللي نحن نمتازوا به في قلعة سنان. كاليتي تاع الخرشف اللي عنا مش موجودة حتى في بلاصة، به برشا للصحة ومنافعه كبيرة. صبرناه بطريقة طبيعية وتوا إن شاء الله باش يتصدر لكندا. وعنا زادة إسناء إن شاء الله النحل، عنا 15 نمرة تمتعت بمشروع تاع تربية النحل. كل مرة باش تاخو 10 بيوت، معناه إن شاء الله العام الجاي زادة بيبدأ عنا نضمه للمنتوجات متاعنا العسل. وعنا إن شاء الله زادة التقطير في آخر جون في هذا من المشاريع المعنيها المنتظرة باش تتمتع به 10 نساء. بما أن نحن عنا ثروة غابية كبيرة في قلعة سنان باش نستغلوها إن شاء الله ونحافظوا عليها. كبر المشروع كل شيء ولينا كلينا محل آخر إضافة المحل هذا، خاطر ما عادش نجمو نخدمو في هذا صغير علينا. والأفاق متاعنا إن شاء الله باش ندخلوا لجراند سيرفاس وباش نعملوا مجازان باسم مجمع الحياة في تونس إن شاء الله، ولا مجمع الحياة من أنجح المجامع في الشمال الغربي. إن شاء الله يتواصل الدعم من التعاون الألماني جي زاد ووزارة الفلاحة، وإن شاء الله معناها إنسى متاعنا يشدوا في المجمع متاعهم ويتحلوا بالصبر والإيمان باش نجموا نوصلوا لحقوا الأهداف متاعنا.